مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، صباح الخير. بنواصل مع حضراتنا من خلال شاشة التلفزيون اليوم السابع جولاتنا في الأسواق لرصد الأسعار. النهاردة معكم السيد فلاح، بكلم حضراتكم من سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية. هنرصد مع حضراتكم أسعار الخضروات النهاردة، يمكن في ارتفاع كبير في أسعار الخضروات خلال الأيام الأخيرة. إن شاء الله تنتهي هذه موجة الطقس السيء اللي تسببت في ارتفاع الأسعار وتعود مرة تانية الأسعار إن شاء الله إلى طبيعتها. النهاردة الطماطم ب 12، يعني هقول لحضراتكم أسعار الخضروات النهاردة وهنتعرف إيه أسباب ارتفاع هذه الأسعار. النهاردة الطماطم والبطنجان والقلقاس ب 10، الخيار والبسلة ب 12، الفلفل والكوسة والليمون ب 15، الفاصوليا ب 20، الفلفل الألوان ب 35، يمكن يعني البطاطس بكام بقى؟ كيلو ب 12. صباح الخير الأول، وأنا يعني شايف في حركة بطيئة وارتفاع في الأسعار، يعني عشان الشتاء حاجة غالية شوية عشان الشتاء، بس برضه كلها رايح تاني، كل حاجة تريح تاني لما الجو يتعدل. جو الشتاء مخلي إن المحصول في الأراضي قليل، يعني والحاجة غالية، العمال غالية برضه، مواصلات غالية، لازم كل حاجة تغلى. بس حاجة تريح إن شاء الله، أسعار حلوة تاني. الأسعار كلها كده، يعني قولي للناس النهاردة الأسعار إيه بالظبط؟ غرب الطماطم دي ب 10 جنيه وفي ب 8 جنيه وفي كيلو ونص ب 10، في كذا نوع نضيف قوي ب 10 جنيه. جودتها ولونها جامده ولا لا؟ ايوه. البصل بكام؟ 3 كيلو ب 10 جنيه. 3 كيلو ب 10 جنيه. البطاطس كيلو ونص ب 10 جنيه، دي آليه رمليه. 3 كيلو ب 10 جنيه. 3 كيلو ب 10 جنيه اكيد. ايوه دي. انا هشتري منك على كده بطاطس. لا كيلو ونص. انت تشيلي. انا كده والله. يعني البطاطس كيلو ونص ب 10، كيلو ونص ب 10 رمليه دي عليه ب 5 جنيه. جزر كيلو ب 5 جنيه. الخيار ب 12 جنيه. الخيار ب 12 جنيه. البصل الاخضر ده عامل كام بقى؟ البصل الاخضر ده ب 30 جنيه. 30 جنيه ده كوريت. كوريت. تعالى نكمل بقى جولتنا كده ونتعرف. بص فجل احمر حلو اهو. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده فجل احمر للسلطه. فجل احمر للسلطه. تعالى شهر رجب ده سلطات رمضان وشعبان وكده. كل سنه طيبه. بكام بقى؟ لا بس هوريك الربط. بكام بقى؟ ماشي. الربط ب 3 جنيه. 3 جنيه. البسله بقى ديت اللي هي الجاهزه دي بكام بقى؟ الكيلو ب 12 جنيه. وهي برضه متفرقه كده؟ لا 2 كيلو 30 جنيه. الاثنين كيلو ب 12 جنيه يعني، وهي من غير هي يعني من غير ارشاء. طب وال احلى ارنبيطه ب 10 جنيه. الارنبيط ب 10 جنيه. احلى واحده. طب والكرنب بقى؟ الكرنب ب 10 جنيه. الكرنب ب 10 جنيه. احلى كرنب ب 10 جنيه النهارده. بس مش عجبان الكرنب. ما عشان الجو. الجو. الجو بس طازه والله على فكره. خير ملوش حل اهو. الخيار ده ب 12 جنيه؟ خيار اهو لسه جاي من الارض دلوقتي، لسه مجموع. ده من الفلاح على السوق على طول. 5 جنيه خس. والخس الربطه ب 5 جنيه ولا الربطتين؟ كام ربطه ب 5؟ ربطه ب 5. ربطه في كام واحده؟ في 3. يعني ربطه ب 5 جنيه. طب قولي لي بقى باقي الخضار ده بقى. دي بنص جنيه حسب الخضره اهيت. الخضره. ربطه الخضره دي بنص جنيه، ربطه الفجل دي بجنيه. فجل بجنيه. وروح عشان تطرش ميه عليها بس. ماشي. ده كرات. الكرات. الشوشه دي ب 5 جنيه ربطه. الرز بتاكل ولا كرات بس بتاكل؟ بتاع بورسعيد ده. ربطه ب 5 جنيه، ده بتاع بورسعيد؟ استورده برضه بضاعه من الخارج. الجرجير اهي بجنيه ربطه. الجرجير بجنيه ربطه. لسه جاي من الارض برضه، اتقطع امبارح ده اخر النهار. دي ب 5 جنيه الواحدة. ايه دي بقى؟ كابوتشاي. كابوتشاي. 5 جنيه الواحدة. احلى كابوتشاي عند ام جنى. والسلطة. تبع سوبر سعيد. ماشي. يلا قولي لنا بقى دي الزبانخ. بكام بقى الزبانخ؟ الربطه ب 10 جنيه ولا كيلو؟ الكيلو ب 10 جنيه زبانة. اهو دي بقى الفاصوليا الخضراء تبع اسماعيليه، هي مزروعه باسماعيليه. مش فلاح. بكام بقى؟ ب 20 جنيه. ب 20 جنيه الفاصوليا الخضراء. والفلفل الالوان ده الاحمر ده ب 20 جنيه. الاحمر ب 20. والثوم ده ب 20، ب 10 جنيه الواحده. الثوم الواحده فيه ب 10 جنيه، اللي هم حوالي خمس تومات ب 10 جنيه. بكام القلقاس؟ 10 جنيه. احلى قلقاس ب 10 جنيه. قلقاس زبده. طب وال كوسه ب 10 جنيه. طب عايز اطلع بس. الكوسه ب 10 جنيه. احلى كوسه ب 10 جنيه. لسه مجموعه الكوسه دي ب 10 جنيه. لا بسمع لها ونخش على البسله الاسماعيلاوي. دي بسله الاسماعيلاوي. بسله الاسماعيلاوي والقرن عامل ازاي؟ كاسماعيليه. قرن وخوذه مموله. بكام بقى؟ ب 12 جنيه اسماعيلاوي، لسه جايه من الغيط. بسله اسماعيلاوي بقول لك من الارض، من الغيط على السوق على طول والله. على السوق اسماعيلاوي اهي. بالسوق اسماعيلاوي. سعيد عند ام جانا. قولي بقى بكام ال ب 10 جنيه يا عمي. والفلفل عشان خاطر ب 15 جنيه النهارده الفلفل. الفلفل الالوان يا ام جنى بكام؟ ب 35 جنيه يا جماعه كيلو فلفل الالوان يعني. تمام. الليمون ب 15 جنيه حضراتكم.
الليمون ب 15 جنيه والفلفل الالوان الكيلو فلفل الالوان ب 35 جنيه، يعني يعتبر ده اغلى سعر اتباع بيه طول السنه بسبب الطقس السيء تسبب في قله المحصول في الاسواق. ده يا جماعه البتنجان، هذا يا جماعه بكام بقى البتنجان؟ البتنجان ده ب 10 جنيه وال كيلو ونص ب 10 جنيه. الخيار بكام عندك؟ الخيار ب 12. الخيار ب 12 جنيه. ايه بقى الاقبال عامل ايه بقى؟ اقبال مفيش. مفيش. عشان الدنيا غلط اسعار عاليه. بس هتبتدي تهدي شويه. يعني متوقع يا جماعه انخفاض الاسعار خلال الايام القادمه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ايه يا جماعه الطماطم؟ يمكن في التعليقات الناس كمان شايفه ان الاسعار رخيصه. كام الشاي؟ 8 جنيه. ده يا جماعه الفلفل بكام الفلفل؟ 15. الفلفل ب 15 جنيه. محدش يعمل مسقعه لي من دول. ها قولوا لاز ب 10 جنيه. لا ده كيلو ونص ب 10. ده كيلو ونص ب 10. في قلاص وده بقى الكوسه بكام؟ ب 10. 10 جنيه. كوسه ب 10. الراجل ده يا جماعه طول ما هو واقف يقول لك طماطم بجنيه، بطاطس بجنيه، خيار بجنيه، الناس تيجي بقى عنده تتفاجئ تتصدم. صباح الخير. صباح الفل. لا اسمعها منك بقى. اسمعها منك يلا. ايه. اللي هي كل حاجه بجنيه انت بتقولها دي. طماطم بجنيه، بطاطس بجنيه، بصل بجنيه، توم بجنيه، الله. اسمع عليها الطماطم عليها البطاطس. اي حاجه بجنيه ناس. يعني الراجل ده جميل جدا يا جماعه، بيلفت نظره كل ما نعدي يقعد يقول لك الطماطم بجنيه، خيار بجنيه، اي حاجه بجنيه عندي. قول لي بقى الطماطم عندك بكام بقى؟ حقيقي بقى. في ب 8 وفي ب 5 مستويه مكسره. في ب 8 سليمه الجامده هي ب 8 والثانيه ب 5. مستويه. البطاطس كيلو ب 10. البطاطس كيلو ب 10. كيلو ب 10 وفي 3 ب 10. البصل 3 ب 10. 3 ب 10. صباح الخير. ايه يا جماعه. يعني بسم الله ما شاء الله برضو يعني ارتفاع الاسعار، لكن في اقبال على شراء الخضارات بالاسماعيليه. صباح الخير يا معلمه. ايه الطماطم عامله ايه النهارده؟ ايه الطماطم اخبارها ايه؟ بكام الطماطم؟ 10 و8. الطماطم ب 10 و8 وفي ب 12 على حسب ايه يعني جوده الحاجه. صباح الخير يا معلم. صباح الخير يا باشمهندس. قول لي بقى الاسعار النهارده ايه؟ فلفل الوان بكام؟ ب 30 هندسه. ب 30 عندك؟ يمكن في ناس بتوع ب 30 ناس ب 35. البسله اللي اسمها دي بكام؟ ب 12 يا باشمهندس. ب 12 والفلفل؟ ب 15. ب 15. الدنيا ريحت شويه دي عن الاسبوع اللي فات بس. القلقاس عندك بكام؟ القلقاس ب 10. القلقاس ب 12. ب 10. ب 10 والكوسه؟ ب 10. ب 10. الارنبيت والكرنب؟ الواحده ب 10. ب 10 جنيه الارنبيط والكرنب الواحده ب 10 جنيه. انت شايف الاسعار هتبدا تهبط الفتره الجايه؟ هتهبط ان شاء الله. يعني في انتظار يا جماعه ان الاسعار هتبدا ترخص. تمام. يعني ملوش سعر يعني. لا هاجي لك، انا هاجي لك نتكلم مع بعض. ده القلقاس يا جماعه ب 10 جنيه عشان حضرتكم. ده متنضف قلقاس جاهز متنضف. قول لي بقى يعني الاسعار ترتبط بايه؟ ترتبط بعرض وطلب. عرض وطلب. انت كده البسله دي جاهزه بتفرفطها بكام يعني؟ لا خير. البسله ب 2 جنيه مثلا. كيلو ب 2 جنيه. بتفرفط ب 2 جنيه كيلو؟ يعني بتتباع بكام الكيلو اصلا؟ يعني لو كيلو ب 12 جنيه بتضيف عليهم 2 جنيه بتاع عند العميل. بس. لا اقصد مش ممكن تبيعه. لا ما بتبيعهاش كده. ما بتبيعهاش كده؟ لا انت طلب الزبون. الزبون ممكن يقول لي عاوز 5 كيلو اعملهم لي واعملهم لي. ياخدها في البيت يعملها هو بيعملها هو. تمام. بكام بقى البتنجان ده؟ البتنجان ب 20. البتنجان ب 20؟ يا جماعه ب 20 جنيه، احنا قلنا لكم ب 15 جنيه، لكن البتنجان النهارده ب 20 جنيه. البتنجان النهارده ب 20 جنيه البتنجان. لا بفهمه غلط انا. البتنجان يا جماعه هنا ب 20 جنيه. هدي حضراتكم الخيار اهو يا جماعه. هنرصد برضو مع حضراتكم اسعار الجبنه والسمنه واللبن والبيض ربنا يعينك يا حاجه. الله يخليك.
عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب. بتقوري بقى ده بطاطس. بطاطس بتعمل محشي اللحمة المفروم. يا جماعة ست يعني هي مسنة 67 سنة بتيجي الساعة 5 الفجر في السوق بتعمل للزباين الكيلو ب2 جنيه ونص حضراتكم بتقور بقى كوسة وبتقور يعني كل أنواع المحشي بتعمله للزبون تاخد 2 جنيه ونص تفضل قاعدة في السوق طبعا طول اليوم ربنا يا رب يديها الصحة بتساعد طبعا أولادها وأحفادها على المعيشة وبتبيع خضروات بجانب يعني عملها ربنا يا رب يديها الصحة وعينها من السيدات المكافحات هنا في سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية ربنا يا رب يديك الصحة يا حاج وعينك ويكرمك يا رب يبارك لك يا ابني هتيجي الساعة كام السوق يا حاج باجي الساعة 5:30 ما اخش الساعة 6:30 بتصلي الفجر تيجي يعني بصلي الفجر وبطلع بأمر الله ربنا يعينك ويكرمك يا رب ربنا يخليك يا ابني حافظ عليك ربنا يا رب الله يكرمك يا حاج يا رب بنستكمل الجولة مع حضراتكم في السوق الخضروات بالإسماعيلية ايه اخبار الخضروات ايه اخبار الخضروات ايه تمام العيش ده عامل كام بقى 25 الكيلو 25 ايوه ده يا جماعه عيش كيلو فيه عامل 25 جنيه شايفين حضراتكم بقى الجبنه الفلاحي الجميله الرائعه من الست الكل دي بقى شايفين حضراتكم بتبيع الجبنه الفلاحي الجميله هنا في سوق بورسعيد الخضروات بالاسماعيليه شايفين بسم الله ما شاء الله يعني حاجه روعه حاجه روعه بسم الله ما شاء الله يعني الكيلو بكام بقى الجبنه الفلاحي دي 30 كيلو الجبنه الفلاحي ب 30 جنيه واساسه اللبن الجاموسي بكام 25 اساسه اللبن الجاموسي ب 25 واساسه اللبن البقري 15 والبقري ب 15 يا جماعه هو اللبن اهو تمام والبيض النهارده كرتونه البيض بكام بقى 65 جنيه كرتونه البيض ب 65 جنيه تمام السمنه بكام بقى كيلو السمنه الزبده بكام 120 جنيه كيلو السمنه الزبده الفلاحي ب 120 جنيه يا جماعه عندك حاجه ثانيه بتبيعيها كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يديك الصحه يا رب يا جماعه الجبنه قلت الجبنه بكام اخيرا عشان اكرر الناس الجبنه ب 30 كرتونه البيض ب 65 والجبنه القديمه نص كيلو ب 30 يعني كيلو ب 60 جنيه ازازه اللبن الجاموسي ب 25 والباقي ب 15 بنستكمل جولتنا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من سوق الخضروات بمدينه الاسماعيليه بنرصد مع حضراتكم اسعار الخضروات هنا في سوق الخضروات بمدينه الاسماعيليه يمكن الاسعار مرتفعه شويه بسبب سوء حاله الطقس لكن الحمد لله في اقبال الناس برضو يعني مش متضرره من هذا السعر ان عارفين ان الطقس السيء تسبب في الطقس السيء تسبب في قله المحصول في الاراضي الزراعيه اقول برضو لحضراتكم الاسعار بشكل كامل الطماطم بتبدا من يعني الطماطم ب 10 جنيه في ب 8 جنيه حسب حالتها وجودتها البتنجان برضو بيعمل 20 جنيه وفي ب 15 جنيه القلقاس ب 10 الخيار والبسله ب 12 جنيه دي الاسعار الموجوده في الاسماعيليه الفلفل برضو والكوسه والليمون بيعمل 15 جنيه الفاصوليا ب 20 الفلفل الالوان ب 35 جنيه يعني بكام البتنجان ده يا باشا بكام البتنجان ده بكام ده البتنجان ده ب 16 في ناس بتبيع ب 16 وناس بتبيع ب 20 وكله بيقول لك حسب يعني جوده الحاجه المعروضه حسب جوده بص على حال الواقف ابص على الاسعار بص على البرار اللي احنا فيه وعم تبقى صباح الخير ايه الاخبار الفلفل بكام 16 فلفل ب 16 بتنجان 16
اه جماعة الجزر كوسة البتنجان يا جماعه من 15 ل 20 جنيه، الطماطم ب 12 وب 10، كيلو نص بطاطس ب 10 جنيه، الجزر بكام بقى؟ الجزر بكام؟ الجزر ب 5 جنيه، والخيار ب 12 جنيه، الليمون ب 15 جنيه، ويعني مشاهدي تلفزيون اليوم السابع بنحاول نرصد مع حضراتكم بورصة الخضروات النهاردة في سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية. عيد مع حضراتكم مرة تانية، الطماطم النهاردة والطماطم والبتنجان والقلقاس ب10 جنيه، الخيار والبسلة ب12 جنيه، والفاصوليا عاملة 20 جنيه، الليمون ب15، الليمون الفلفل الألوان ب35، الكوسة والليمون ب15 جنيه، البتنجان النهاردة بيعمل 15 جنيه و20 جنيه في سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية. مشكلة بقى ارتفاع الأسعار دي يا جماعة سببها الطقس السيء اللي أثر على الأراضي على المحاصيل في الأراضي الزراعية وكان سبب في قلة المحصول. بشكر حضراتكم مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم السيد فلاح وجولة في سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية، رصدت مع حضراتكم أسعار الخضروات هنا في سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية. شكرا حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.